من نصيبك من نصيبك الفرق شباب سو كلوز او اراسو اكتبوا لي بالتعليقات لنشوف مين حيفوز الرومين تتوقع او مين بتشجعه بنفس الوقت. يا ويلي ليك اراسو بالتعليقات يا ويلي. وبدا الحماس يا راغنر. الروم اللي كنا عم ننتظره من امبارحه, روم سو كلوز الوحش ضد الاسد الكردي اراسو. طبعا اسد عكم بالله خلوه لبعد الروم. الله يرزق لي اياكم جميعا ومشكورين الطيبين. يلا راغنر بسم الله البدايه بسم الله. الحماسية الأسطورية مرة أخرى في الماتش الثانية. هنا أمام مين؟ أمام الإيراني هناك والكردي من هناك أيضا. نرى ونشهد البارحة أراسو تأهل على حساب آسف على المقاطعة. صلوا على النبي إخواتي باللايف. اللهم صل على سيدنا محمد. كمل. يا البارحة الإيران هو سو كلوز اليوم. سو كلوز لا يرحم أبدا, لا يمكن, ومن الصعب أن تقوم بالمعتاد على كذا لاعب. فالفرق ليس من نصيبك اليوم وليس من من وليس من إيش إيش كان من نصيبك من نصيبك. الفرق ليس من الله على أراسو. الله من البداية يقول لكم أنا هنا حاضر. يا الكردي أمامك الكردي, ومن له هذا اللاعب. يا ويلي أراسو شباب أسطورة وتاريخ الأكراد معروف ولا يعرف يا عزيزي. فاليوم أراسو يمثلهم يا زهيك البداية ويمثل كردستان. أتى هناك من أربيل يكون صاحب الساهل على هذا الأصفهاني هنا على سو كلوز. هناك من هاي جراوند يا سلام بيستول وتحصيل سو كلوز. من سو كلوز بينك وبين سو كلوز لن يكون من صالحك, لذلك اضغط ولعب لعبك ولا تخاف. انت ايضا اسطورة ولعب اسطوري وحده. سو كلوز هنا تدخل ليش؟ عطني الضغط. الله هنا ضغط, هنا ضغط, هنا من فايت وحده مراوغة من اراسو وحده من اليسار. سو كلوز يريدها فايت يسار. هي وانفضي هناك من اراسو. الله على سو كلوز, الله على سو كلوز, الله الله على سو كلوز. الله يا ويلي عليك ملعبك يا سو كلوز يا زلمه ولوف. وكف على اروح هنا نايس براذر. اقصاء ثاني. لا 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 اراسو اراسو ماذا انت فاعل؟ ماذا انت فاعل؟ الا وتحصل على الله. مستحيل ان يكون لاعبا عاديا. لنا انا اللاعب الكردي الوحيد ان اكون قادرا على تحصيل الفوز على سو كلوز في الماتش الاولى والثانيه. لنرى ونشهد, لنرى ونشاهد ونستمتع. اراسو يا اراسو يا اراسو في اقصاء رابع, في اقصاء رابع. عطني 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 رابع. لكن ماذا تفعل؟ الله امام الغني عن التعريف. واي اراسو اليوم واي اسد كردي هنا ينافس الاسد الايراني وحده. والله وحش وحش سو كلوز. قد تكون صعبه لكن ليست مستحيله يا اراسو. انت قوي, انت تستاهل, انت تفعلها. امام مين؟ امام الايراني. الله اكبر. ايوان سو كلوز ليتس جو. يقولون نزل كبيرهم الآن. ما يتيبها إلا الكبير, والكبير أراسو. اللاعب الكبير هنا يفعلها جنب مرة جنب الثلاث. لكن هناك لسو كلوز رأي آخر. كان الوضع جيدا لك يا أراسو. يا أراسو بيك مرة واثنين. هناك من بيك يمين بيك يسار. لكن هنا لسو كلوز رأي آخر. لو اتش بي ضغط ضغطه مرة. هناك بيك لكن بدون أي إقصاء يذكر ولا إقصاء خامس. أمنها سادسة يا سو. أمنها سادسة يا أراسو. يا الله ما لعبك يا زلمة اليوم. ينهر راسك ما لعبك سو كلوز حيوان. يو جود بلاير. هذا سو كلوز عليك مساعدة هذا الإيراني. هي وان باتي, هي وان باتي. يا سلام يا سلام يا سلام. كثيرا يا أراسو. من يضحك أولا يبكي أخيرا يا أراسو. أطني وحدة. عودي لي مرة ثانية. عودي لي وحدة.
لكن سو كلوز والمعروف لا يعرف يا سو كلوز. أن حتى لو خسرت حتى لو خرجت من هذه البطولة وتحت المونديال لن تكون أداء سيئا. أداء نار. إيه والله إيه والله أداء نار. فأنت أديت وأديت وقدمت ما عليك، لكن أمامك الأسطورة الإيرانية هناك من نسل السلاطقة هذا سو يا أخي علي دج على الصندوق هاي جراوند. الله يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا راسو. فسأركم عندي راسو يقول لكم اليوم أنا هنا حاضر، سأركم عندي أنا هنا سأتأهل على حساب سو كلوز. لم تنتهي بعد، لازم يغير منطقته لأنه كتير صعب والله، كتير كتير صعب. هي بيك مرة واثنين هناك وان هيت شوت يا عمري يا سو كلوز يا أراسو. كلفك إقصاء ثامن وكلف أن يصبح الثالث، حذاري أن يصبح إقصاء تاسع هنا. والله نار أقسم بالله، أداء أسطوري، أداء بيخوف من أراسو. فرق كلية الطيبين مع سو كلوز، أنتم مستوعبين الأداء اللي عم يقدمه أراسو كلاعب؟ هي بس كلاعب كلاسيك، دخل على الكلان كلاعب كلاسيك، عم بيقدم اداء اسطوري قدام هالناس، قدام سو كلوز واحد من الناس توب 1 على ايران، اقوى لاعب في ايران. هذا حرام سو كلوز ما يا مره بيكو اراسو يا اقصان ثامن ولا ايش ولا صعبه. يا الله يا اراسو، الله الله على هيت شوت يا اراسو، الله الله على هيت شوت يا اراسو. اضغط اضغط يا اراسو اضغط، هذا الاقصاء من نصيبك، هذا الاقصاء من الله. وكأنه الرقم 7 اليوم يضرب بقوة رونالدو، لا يمكن أن توقف. بليز يوتيوب بليز لايك براذر، بليز اللي ما حط لايك يا طيبين غيرك ولا غيرك اليوم. سألتكم بالله يعني حطونا لايك يا طيبين. قد تفقد توازنك يا سو كلوز، قد تفقد توازنك يا سو كلوز. يا لهذه المباراة يا أصماس عبيد، ليك أراسو عم بيلحقوا يا شباب. سلون تاسع ولا إيش؟ 1 minute 40 seconds هناك، يا كتير عم بيراوغوا عفك. اوكي فا اراسو اراسو ايه اندرويد هلا عيب والله. اراسو لحد الان عم بيقدم اداء اسطوري، اداء قوي، اللاعب الكردي اهم اللاعب الايراني اللي متواجدين معنا لليوم. يا راغنر اخر يا اراسو ان اردت ان تفوز اضربه بالدقيقه الاخيره، اضربه بالدقيقه الاخيره فقد تكون الماتش الاولى لصالحك. التعادل الماتش الاولى لن يكون لصالحك، اضربه اضربه، لا تضربه في مكانه المفضل. لا 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 هنا ضغط من سوفيول، هنا مراوغه. الله وان اتش بي، وان اتش بي، وان اتش بي يريدها بيستول، يريدها بيستول. وحش لك يا اراسو، ليس في مكانه المفضل بل في وقته المفضل، اضربه الآن في الوقت والدقيقة الأخيرة وإلا ستكون العواقب وخيمة، وإلا سيكون لأراسو خروجا بعد هذه المباراة إذا لم يكون إذا لم يقدم. لا مش أراسو المحمود، إقصاء تاسع يا أراسو هنا، أمنها عاشر لسوكروز آخر كل يا راغنر، نهاية 20 ثانية في هذه الماتش. هي 20 سكند ضغط بالفعل، هناك من هاي جراوند وان بادي لكن لا يوجد، هناك مراوغة من سوكروز. اضغط 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 اضغط، فقد يكون لك فقد تكون او لا تكون، قد تكون او لا تكون، اضغط فقد تكون او لا تكون. هذا تفعل عليك سو كلوز، رأي اخر. يا لقوتك يا سو كلوز، يا لقوتك يا سو كلوز على هالروم يا شباب. يا الله يلا بسم الله الروم الثاني يا راغنر. السلام عليكم، هنا في الروم. وعليكم السلام، مرحبا ندوانو. هلا حبايبي، يلا بسم الله. انا تحت ندوانو تنزل على غرفة ثانية. يلا سو كلوز والبارون زوم بيختار رقم من 1 to 10 وحسب حظك تربح هدية. شو نختار شباب؟ أنا بحب أختار رقم 2 والله. سبعة 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 يا أخي سبعة، والله أنا بحب 2. مالك حمدوني بارون؟ 7 or 2 قل لي شو الأحسن. بارون صاحبنا 7-7 ليك كلهم بدهم 7. واي واي لك 7 طلع 7 اخوي روح ليك شو طلع منظري. عود عليكم مرة أخرى، هنا سو كلوز وتدخل والأروع يكون من أراسو. يلا يا أراسو أطلق سبعة سبعة أراسو أطلق والمباراة لكن لسو كلوز وحش أراسو. لو اخترت 2 كان أسد بدك تلعب كذاب.
ولا تدخل وحده وسو كلوز جبتي كل الطرفين الله اويلي اراسو سدينا كلوز الله على اراسو وعلى دروب شوت ولا اروع هنا تحول اما اذا كان الفارق اكثر له سيكون لك حظا اوفرا تحول يا اراسو يكون لسو كلوز خطوه وحيده خطوه وحيده متبقيه لسو كلوز تحول الى سيمي فاينل وحده اراسو يا سيدي ولا ما توقعت تشيل سو كلوز ولا ما توقعت بالضبط جاء اكثر من واحد لخمسه اثنين اثنين المرة راح اختار اثنين واتبع يا الله يا اخي ما بيتواجه يا الله والله ما بيتواجه صعب أعود إليكم مرة أخرى هنا من سوكلوز بيكو وحدة سنشهد حالة هولت في هذه المباراة حالة هولت سنشهدها من البداية إلى حد الآن وحدة بوحدة راس براس كل بكل ما سمعوا ما سمعوا يا حرام سوكلوز. يا حرام أي والله مرحبا يسوم لنع بهيل دم جنب بجنب اقصاء باقصاء من البدايه لكن تفوق الى حد الان لسوكلوز هي صوب خامس لسوكلوز يا صعبه قد تكون صعبه يا عزيزي قد تكون صعبه يا عزيزي يا فايت بيكو اثنين لكن ما في ايضا بمذكر من اراسو يا اراسو لو فيها اقصاء ثالث قد تعدل الامور قد تقلص الفارق اكثر فاكثر يا 6 مينت 50 سكند وقد تكون الامور كلما قلص الفارق كلما قلص العداد كلما صارت الامور اصعب هناك من هاي جراند سوكلوز يا الله 5-3 والله وحش اراسو اقسم بالله لعيب اقسم بالله لعيب اراسو مره واثنين هنا بدايه كان بلو اتش بي للبيست اربع اقصاءات هنا يلا يا الاسد الكردي يلا يا الكردي اعطيني اقصاء رابع يا الكردي مرحبا بارون نريدها عوده يا الكردي مره واثنين لكن ما في اي دم جنيوسكر هناك حاله هولد نشهدها مره واثنين يا سلام على هيد شوت يا والله سحبوه اعطاه هيد شوت قبل هيك شوت اعطاني يا اخي رسل جانب اراسو اراسو هنا من هاي جراوند لا تاتي الى هذا المكان مكانه المفضل في هاي جراوند والله المكان المفضل تبع سوكلوز لا تكون له فريسه سهله يا اراسو الله يا اراسو كان شاله والله كان شاله يا اخي اكل اربع منه اقصاءات ارحب النابي اكل منه اقصاءات والله حرام هنا حاولت مسكه تدخل بدا الحصار يريد الحصار يريد الحصر امام مقره لكن صعب عليك يا اراسو هذا ليس حمودي وليس غيره هذا سوكلوز هذا سوكلوز يا اخي ما طبيعي سوكلوز يا شباب ما طبيعي يا شباب بس مسك ايمو مستحيل يترك ايمو مستحيل مستحيل يعطي مجال العقاب امبارحه نفس الشيء صار معنا بن هاشم يمكن كان بيلعب معه ولا مين بن صلاح نفس الشيء امبارحة كان معه تعادل اخر دقيقة ضربه روح للروم اخر دقيقة والروم الثاني هيك صار فيه بالضبط عم يعاني نفس المعاناة بينتقم بالروم الثاني بكون حمى ضبط اموره ركض حس الروم الثاني سو كلوز مو روم الاول ولا واحد ثاني يا زلمة شو هالسو كلوز هذا يو 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 اقصاء تاسع لو تحصلها لو تكون مسنون اه يا مسنون اه يا مسنون يا مسنون لكن لاراسو راي اخر توقعت ما يشيله توقعت هنا سنه اقصاءات من هناك سو كلوز بالتحديد للاحمر هنا للايراني هنا للصقر الايراني هنا يا فايت واحد اثنين وحمد يا عمري والله ممكن ريمونتادا والله ممكن والله مو بعيده والله ثلاث كلات يلا اراسو الكل ينادي باسمك انت تمثل كردستان يا اراسو راجنر بس بلا ما طول حديثه وصل مليون وصلنا مليون والله ما وصلنا لك 600,000 لسه ما وصلنا لك باسف يعني والله العظيم اسمع باسف احنا 1600 لو كل واحد كبس بس 100 يو يا عمري يا اراسو يا عمري لو كل واحد كبس زلمه اسمع لو كل واحد كبس 100 باسم وصلنا مليون بس لو كل واحد بالبس كبس 100 تخيل الشيخ يا مره وسو كلوز ونمر اراسو اراسو يريد ان يعود يريد ان يعود يقول لكم انا هنا حاضر لما اتي الى هنا لاخرج من هذه البطوله منحني الراس فانا دائما مرفوع الراس هنا دقائق خلف الشارع يا ويلي عليك ونت بي يدخل مره ثانيه في مكان المفضل في مكان المفضل عمري. في مكان المفضل في مكان لا لا المفضل لا نطفي النغمات لا نطفي النغمات بس بعدين شو الاسد هذا ما بقبل ما بقبل لا ما بقبل لا عيدوا ما بقبل لا مو هذا الاسد ما بقبل علي الطلاق ما بقبل بشلح علي هذا
هذا لبوي بشلع على اللايف هذا قطة هذا مو كلب مو أثر اخطون تامن يا عراسو اخطون تامن يا عراسو ايه بقيمك ايه عدو اثنين وانباتي وتوباتي لكن وانتمي هنا سيعاني عراسو في هذا المكان سيعاني هنا جنبه من سو كلوز يا عمري سو كلوز والله انت ماكر لون الدروب شوت شلون السرعه بالدروب شوت نبي لا تخلينا ارجع طفيونا اسد مو قط حبيبي نحن عندنا اسد بطلع لك من الشاشه حق الاسد يقولون لك انت صانع احلامنا ارحب دانو ارحب يا روحي شباب ترى ما اقبل من هنا الله عليك يا حق الاسد والله اكتبوا بالتعليقات والله حق الاسد والله انا حاضر انا لا احد من هذه الماتش منحني الراس انا اتيت الى هنا لكي افوز واتاهل الى السيمي فاينل الى السيمي فاينل لكن تدخل من مكان خاطئ في هاي جراوند طلقه يا عمري يا لسو كلوز راي اخر لسو كلوز راي اخر واي سو كلوز واي سو كلوز دماء من بدايه البطوله الى حد الان من بدايه الماتش الاولى الى حد الان الى الماتش الرابع هاي الماتش الرابع صح الماتش الرابع هاي الماتش الرابع الماتش الرابع الان وسو كلوز لم يخسر اي ماتش الى حد الان وحتى تعادل يا الله يا راسو قسما بالله اراسو انك زلمي اسد اقصان وحيد يا اراسو اقصان وحيد يا اراسو اقصان وحيد بقول يكون التعادل هنا من نصيبك اقصان وحيد قد تتجدد الامال هنا الدخل هناك دخل هناك من هاي جراوند هيا هيتشوت من سو كلوز وايو هيتشوت هناك من هاي جراوند لا تدخل له في مكانه المفضل اقصاء خاطئ في مكان خاطئ لأراسو يكلفك فارق اقصائين الى نهايه الماتش في 1 مينيت لن يكون لك امل بعد هذا ال 1 مينيت حق الاسد والله بالكل يا الكل بالكل يا اما اذهب الى الجحيم يا اراسو اقصى تعادي 10 وليش ثاني 10 هنا من سوكلوز ثاني 10 وليش والله شكله الثاني 10 ما في 10 الله 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 يا حرام واحد سوكلوز يستعد لك ملعبه كله طلقه الرحمه خلاص لسوكلوز طلقه الرحمه لاراسو كانت حاطره والكردي يوجع المونديال الى حد الان تخيل كل هاد وهذا مو لاعب مستودع يا راغنار تخيل القوة اللي قدمها راسه بهذا الروم يا راغنار معقول تخيل هي 20 سكند والله ممكن سوكلوز كثير ماكر سعلب هذا سوكلوز ما بيخليه ياخذ كلين مستحيل يا سوكلوز هنا مرة هنا 1 مينيت يا ما بعرف شو الو لا ما اتوقع خلاص جي يا حرام والله اراسو فظع اقسم بالله يا اراسو هاي راح ارفع لك العقال يسعد دينك يا اراسو والله وحش سو كلوز براذر جي جي بيبي جي جي اراسو والله كافين وافين ويسعد دينهم الشباب بس انتصب علينا الاسد يا باسم والله نصب علينا الاسد والله